أهلا بكم مشاهدينا الكرام في متابعتنا الخاصة لثورة تشرين ضد الأحزاب الفاسدة في العراق، حيث يواصل المنتفضون تظاهراتهم واعتصاماتهم في الساحات والميادين في ظل تزايد القمع الحكومي والاستهداف الممنهج للمتظاهرين خاصة في الناصرية والنجف وبغداد وأيضا في باقي محافظات العراق. بينما يؤكد المتظاهرون عزمهم على الاستمرار في التظاهرات لحين تلبية جميع المطالب وعلى رأسها إسقاط النظام. لمناقشة ذلك نرحب بضيفنا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي الدكتور رافع الفلاحي. دكتور رافع مرحبا بكم. حياكم الله. مرحبا استاذ محمد. وسيلتحق بنا عبر الهاتف من بغداد الناشط في تظاهرات بغداد الأستاذ عادل حاتم. مشاهدينا الكرام فاصل ومن ثم نعود إليكم. مشاهدينا الكرام أهلا بكم من جديد في هذه التغطية الخاصة عن ثورة تشرين المباركة. دكتور أبدأ معكم، يعني هناك نشوف محاولات من مجلس النواب يريد يلتف على مطالب الثوار، حتى وصل الأمر أن أغلبهم إن لم نقل كلهم في مجلس النواب يقولون نحن مع مطالب المتظاهرين ونحن أيضا كنا نطالب بإسقاط النظام. البارحة على سبيل المثال في على إحدى القنوات الحكومية طلع نائب عن تحالف الفتح يقول احنا من زمان طالبنا باسقاط عادل عبد المهدي، شلون قرأت مساله التفاف مجلس النواب على انتفاضه وثوره تشرين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. استاذ محمد، يعني عموما هاي الثوره خرجت من 1/10 لغايه الان وقدمت كل هذه الدماء، دماء الشباب هذه الطاهره، قدموا كل هذه التضحيات وما زال وتعرضوا لكل هذا لكل هذه الضغوط، لكل اتهامات. اولا الضغوط العسكريه، رصاص وقنابل وغازات مميته وحصار واتهامات بانهم ممولين من الخارج، بانهم يمثلون شغب، كافه الاتهامات، يحرقون ويرموها يعني يحملونهم المسؤوليه. كل هذه الاتهامات، كل هذا الوضع، تغييب الاعلام عنهم، محاصرتهم في أماكن محددة، وصولا إلى يعني ما شفناه من 1/10 لحد الآن، يعني قدموا أعداد هائلة من الضحايا. يعني البارحة فرانس بريس تحدث عن 420 شهيد، لكن العدد أكبر من هذا بكثير. ومصادر الثوار، مصادر ساحات الاعتصام، ساحات التظاهر والثورة تتحدث عن ربما أكثر من 1000 شهيد، وهناك أكثر من 20,000 جريح، 3,000 إلى 4,000 جريح منهم معوقين الآن. يعني إعاقات جتهم، ضربات بالعين، بالرجل، بالظهر، معوقين الحقيقة. هذه تضحيات كبيرة جدا جدا. ومن خرجوا هؤلاء الشباب بثورتهم كانوا يعرفون من البداية، وكانت شعاراتهم من البداية أنهم خرجوا ضد كل هذه العملية السياسية، كل أحزابها، لا يريدون أحزاب. طيب. هؤلاء الذين يعني يعتقدون أن خروج عادل عبد المهدي أنهى الموضوع وانتهى القضية، ومجلس النواب الآن بهذه الطريقة الفجة المعيبة، وكأنه ليس جزءا من هذه الكارثة، جزء النواب، مجلس النواب جزء من هذه الكارثة، جزء من خرج عليه هؤلاء الذين ثاروا من عام من 1/10 إلى حد الآن. وحتى التظاهرات التي خرجت قبلها كلها كانت تطالب وتتهم مجلس النواب كلهم حرامية وكلهم تابعين للأحزاب. هذه جزء من المحاصص، هذا مجلس النواب يمثل هذا الإطار المحاصصي، جزء لحزب الدعوة، جزء ما أعرف مين، سائرون ما أعرف منه، فهم جزء للأكراد، فبالتالي هاي المحاصصة الإثنية الطائفية الإثنية هي اللي موجودة تمثل مجلس النواب، وهؤلاء هم من شكلوا الحكومات كلها، الحكومات خرجت من رحمهم. صحيح. فبالتالي هم جزء من الخراب، يعني أداة من أدوات الخراب اللي حصلت بالعراق، والثورة خرجت ضدهم. هم الآن يبادرون وكأنهم هم خارج هذه المعادلة، وكأنهم هم يعني كانوا على التل وغير ملوثين، غير متهمين لا بفساد ولا بخراب ولا بحماية
هذه الحكومات و دكتور بيناتهم حتى بيع المناصب بيناتهم في مجلس النواب. نعم، والوزراء خرجوا من عندهم، كل هذه القضية خرجت من عندهم. وأنتم كأعضاء لمجلس النواب متهمين بفساد وبخراب وبكومشنات وعقود، مصايب كبيرة جدا جدا. الآن الوطنية، هذه شعارات الوطنية سمعناها من 2003 لحد الآن، وسمعوها المتظاهرين صحيح. سمعوا هذه الشعارات الوطنية وتلبية كل المطالب لكل المتظاهرين، وجئنا من أجل المظلومية العراقيين، وبالتالي العراق من سيء إلى أسوأ بفضل هؤلاء صحيح، بعمل هؤلاء، بإدراك هؤلاء أنهم مسؤولين عن كل هذه الكارثة. الآن مجلس النواب يتحول إلى حمامة سلام، وهو المسؤول عن رعاية المتظاهرين والثورة، وكأنه جزء من الثورة، وهو يعني موكل من الثوار ليحقق مطالبهم. هذه كذبة كبيرة لا يمكن احتمالها ولا يمكن قبولها. وبالتالي الآن هم يبحثون عن رئيس وزراء جديد، يجتمع رئيس ما يسمى برئيس مجلس النواب الآن برؤساء الكتل، كيف يرشحون رئيسا جديدا للوزراء؟ يعني نفس القضية. هو دكتور أريد أسألك، لكن أنتقل اسمح لي إلى الأستاذ عادل حاتم الناشط المدني. أستاذ عادل مرحبا بكم. مرحبا، مساء الخير. الله يخليك أستاذ عادل. بالبداية لو تطلعنا على أوضاع ساحة التحرير الآن، كيف تكون يعني ساحة التحرير؟ هل يوجد فيها متظاهرون؟ ما هو تأثير استقالة عبد المهدي على حركة التظاهرات في ساحة التحرير؟ تفضل أستاذ عادل. يعني بخصوص الأعداد وغيرها، أصبحت القضية هذه مو مهمة بالنسبة لنا باعتباره هذه الثورة المعتصمين هم الممثلين الحقيقيين عن الشعب العراقي، هو الداعم الأول والأخير لهذا المعتصمين. يعني الشعب العراقي، أنا أقولها بصوت عالي، الشعب العراقي هو اللي هسه بالبيوت هو الداعم والساند الحقيقي لهذا المعتصمين، والمعتصمين حتى يقل أو يزيد عددهم هم الممثلين الحقيقيين عن الشعب العراقي. يعني باختصار، بأي لحظة ممكن نجمع مئات الآلاف بمنشور واحد، تتجمع العالم وتنمي لساحة التحرير. فهذا الموضوع بالنسبة لنا يعني أصبح ما أريد أقول ثانوي، بس ما يعني شيء، لأنه الشعب العراقي موجود وداعم الأول والأخير عندنا. أما بخصوص خالة عادل عبد المهدي، صحيح كانت نوع من الفرحة، لكنه غارقة بالحزن، يعني حزينة جدا للدماء اللي سالت. وبنفس الوقت استقالة عادل عبد المهدي مو هو مطلبنا الأساسي، صحيح المطلب الأول باعتبار خطوات احنا مطالبنا، ما يعنينا شيء. يعني عادل عبد المهدي كحكومة تمثل هاي الأحزاب أزحناها، الآن احنا نعمل على الخطوة الثانية اللي هي تشكيل حكومة مؤقتة، حكومة من شخصيات عراقية معروفة لها تاريخها النزيه، شفافيتها، شخصيات أكاديمية إدارية تعرف شلون تدير دولة خلال فترة محددة من 6 أشهر إلى 8، مهمتها محصورة بثلاث نقاط أساسية وقلناها احنا، وأقدر أعيدها أيضا، هيئة مستقلة للانتخابات بعيدة عن هاي الأطراف وهاي الأحزاب والفاسدة الفاشلة، قانون انتخابي وتفعيل قانون الأحزاب اللي بنقاط تخدمنا وتفيدنا، باعتبار لا يحق لأي حزب يدخل انتخابات أو يسجل ضمن الهيئة المستقلة للانتخابات وهو يمتلك أذرع مسلحة. هذا القانون موجود، هذا راح نشتغل عليه. هذه وبالأخير مجلس النواب بعد ما يجبر على الموافقة على ذني والتصويت على مطالبنا، يجبر أدا أقول يعني مو رغبة منه، لا يجبر وراه يحل نفسه، وهذا اللي إحنا بنمشي عليه. هذا اللي أكو قضية مهمة أيضا بخصوص البرلمان وأعضاء البرلمان، يعني توصل إلى مسامعنا وشبه أكيدة أنه ما يقارب 120 نائب وقعوا على مطلب أو طلب
من رئيس الجمهورية أن يختار حكومة ما لها علاقة لا من بعيد وقريب بهاي الأحزاب وهاي الكتل، وهذه خطوة تخدمنا، هذه تخفف علينا الوقت والدم حقيقة. لا. إذا فعلا هم راغبين بهذا تبني مطلبنا إحنا اللي هو حكومة مستقلة، حكومة ما لها علاقة بهذه الأحزاب ومؤقتة. طيب. هذه إحنا كلها أمام عيوننا وكلها دا نشتغل عليها، وأما ما يريد يتفقون عليها الأحزاب والكتل ورؤساء الكتل والمافيات والميليشيات، هذه ما تعنينا أبدا ولا نشغل نفسنا بيها. إحنا عندنا مطلب وأهداف وثورة، والثورة دا تتواصل وما ممكن ترجع أو تنسحب أو تنتهي، لأنه كل موازين القوى هي صالحنا حقيقة. نعم أستاذ عادل، أرجو أن تبقى معنا. دكتور رافع، المادة 76 من الدستور الكسيح، دائما تستخدم هذا اللفظ الدستور الكسيح. نعم. تمام. المادة 76 تقول رئيس الجمهورية خلال 15 يوم هو اللي حيختار شخصية لتشكيل الحكومة. أكو تسريبات لأسماء بعض المرشحين، شنو سبب هذا يعني مسألة هذه التسريبات؟ هل هي جس نبض الشارع دكتور؟ نعم، هذه أستاذ محمد، هؤلاء الذين يعني في الحكومة يتشبثون ببقاء العملية السياسية، بقاء هذه العملية التي مخرجاتها كلها جاءت بالخراب والدمار على العراقيين، فرقت العراقيين طائفيا مذهبيا دينيا أخلاقيا عرقيا، مزقت العراق وكأنه العراق حالة فريدة. هم يعني عندما تتحدث مع أي واحد منهم يقول من العراق مكونات كثيرة، يعني في هذا الدستور الكسيح اللي أنا أسميه كسيح، هو كسيح فعلا، يذكر قضية المكونات أكثر من مرة، وكأنه العراق حالة فريدة من نوعها بالعالم، كأنه العراق فقط فيه مكونات. ما هذه إيران مليانة مكونات، هذه الهند مليانة مكونات، أمريكا مليانة مكونات، كندا مليانة مكونات، أستراليا مليانة، كل دول الدنيا، كل دول الدنيا بها مكونات، العراق ليس حالة فريدة، والعراق به مكونات من بداية التاريخ، لكنها لم تشكل إلا حافزاً للرقي، للإبداع، للتقدم، للحضارة، هذا العراق دوماً. هذه مو نقطة للتراجع، نقطة سلبية في تاريخ، لا، في حياة المجتمعية. هم يريدون أن يعني يفعلون هذه القضية باتجاه أنه هذه نقطة سلبية في تاريخ العراق ونقطة سوداء، وإحنا جينا من أجل أن نعيد هذه القضية بطريقة، نصنع لكم قانون يوفق بين هذه المكونات. نعم. هذه النقطة الواحدة. فهم بالتالي يريدون أن يطرحوا أشياء داخل مجلس النواب، كتل ومكونات معينة، ويجب أن لا يمس بها، ونحن نخرج لكم رؤساء وزراء ووزارات من هذه المكونات لكي نضمن بقاء هذه المكونات ساكتة وثابتة ومتمسكة بالعراق. وهذه إحدى الكوارث الكبيرة، يسربون هذه الأسماء من مكونات معينة وأسماء معينة لكي يقبل أهل العراق، يعني يرفضها أهل العراق هم، وبالتالي يقدمون اسمين في نهاية هذا المطاف لكي يقال لهم يعني اقبلوا بهذه الأسماء لأنها أفضل من الأسماء التي طرحت سابقا. هذه الأسماء التي يطرحونها لغراض التمهيد لأسماء أخرى. طيب. سيطرحونها فيما بعد. بمعنى دكتور؟ يعني يقدمون سين وصاد وعين وياء. طيب. وسنقول عنهم سيئين، وبالتالي يقدمون باء وألف وما أعرف منه، يعني نقول إنه ذولا سيقولون لنا مو أحسن من الآخرين الذين قدموا اللي رفضتهم، هذا ولا أحسن، فقبلوا بهم، فبالتالي أنت ترضى بأحسن السيئين. هذه هي الفكرة لكي تبقى هذه المحاصصة، وهؤلاء مضمونة محاصصتهم، مضمون مكوناتهم، ومضمون طائفيتهم، ومضمون هاي كل القضية، ومضمون العقود اللي تجي من وراهم، ومضمون العملية السياسية باقية مثل ما هي. فهذه جزء من هذه اللعبة لكي يبقون بالحكم، لكي تبقى هذه العملية السياسية. ذلك الحديث كله يجري أنه يعني ما يخالف إصلاحات، خلينا نروح للإصلاحات وكذا، بس العملية السياسية، النظام السياسي لا يمس، خلونا. طيب. نظام السياسي، وكأنه هذا النظام السياسي منزل من السماء.
فلا أحد يمسه، لا أحد يتعرض له، مثل الدستور. الدستور هذا وضعوا له إقفاله لا يمكن لا حتى تغيير مواد به ولا يعني الحديث عن تغيير الدستور، ترى هذه كذبة كبيرة. الدستور حتى تغيره شيله مزقه ذبه بسلة المهملات واكتب دستور جديد. وأهل العراق ليش قاصرين أن يقدرون يكتبون صحيح. يكتبون دساتير صحيح. والدستور الوطني يقدرون يكتبوه خيرة الخبراء، مو ذول اللي مشكلين اليوم لجنة من مجلس النواب ما تعرف منو يعني. أكو عقول كبيرة وأكو عقول دستورية وقانونية تقدر تكتب دستور للعراق يراعي المواطن، مبني على المواطنة، وراعي حقوق العراقيين، وراعي الوطن العراقي وحدوده وسيادته ووضعيته، وهي أبسط منها ماكو يعني. يقدرون العراقيين مكتب لهم يا فليدمان وغيره طبعا. هذه القضية هم لا، العملية السياسية لا تمس، الدستور لا يمس، وانتوا يعني نصلح لكم هنا نصلح لكم هنا، والامور تمشي غير يعني شكل. ونعم ترقيعية. نعم، وانتوا سويتوا ثوره وخلف الله عليكم دليتونا على الطريق، وكانوا 17 سنه صار لهم عميان ونايمين، وهسه دقت الباب عليهم قوموا نصحينا من النوم، طيب افتهمناكم راح نحقق لكم مطالبكم. يعني هذه القضيه. والبارحه ما جرب في مجلس النواب شاهدت واحد من يعني واحد من النواب ذي قار وقف تحدث، ورئيس المجلس قال لهم وقفوا احتراما للدماء في ذي قار. زين، كل اعضاء المجلس وقفوا، وهو طبعا ظل قاعد على الكرسي. هو ليش ما وقف ما ادري يعني، هو والنواب مالته ظلوا قاعدين على الكراسي، لكن كل اعضاء المجلس واقفين يتحدث. هذا اللي وش واقفين ما اعرف. طيب يعني اذا هو يحترمون دم الشهداء اللي سقطوا اللي سقطوا في الناصريه وبالعراق، ما كان كنتوا جزء من هذا من هذه التركيبه اللي قتلتهم واللي ذبحتهم واللي سرقت حقوقهم طوال هاي السنوات. المهم فتحدث عن آلام وطيب خير ان شاء الله، واذا برئيس المجلس والمجلس يتبنون كل المشاكل لحلها. طيب وين كنتوا؟ يعني هي الا العراق، الا ابناء العراق يدفعون دم ويستشهدون وتسيل دمائهم ويعانون 17-16 سنة، يلا يطلع مجلس النواب، يلا تطلع الحكومة تقول افتهمناكم هسه راح نستجيب لكم. طيب مو هذا وظيفتكم؟ مو تقولون احنا منتخبين من الشعب لتمثيل للمحافظة على حقوق الشعب، للتعبير عن حقوق العراقيين؟ طيب وين كنتوا عنها؟ هسه الشعب العراقي مقدم كل هذه التضحيات، تذكرتوا انه للعراقيين حقوق ولا كنتوا نايمين؟ والان تريدون من العراقيين ان يقنعون بكم ويبقوكم بالحكم لان انتم الان استجابيتوا لهم؟ هذه هي الكارثه. طيب. هذا الجزء من دكتور سعود اليك، خاصه في موضوع النائب عن ذي قار، ليتوقف عند نقطه معينه مع جنابكم الكريم. استاذ عادل، انت ذكرت قبل قليل تفضلت جنابكم بانه هناك انباء تسربت عن 120 نائب وقعوا يختارون حكومه، لكن هذه الحكومه تكون من خارج الكتل السياسيه الموجوده. طيب اذا طلعوا عليكم في طريق معين وقالوا بانه لا يجوز اختيار من خارج المنظومة السياسية الحالية، واختاروا من ضمن مجلس النواب يعني أعضاء مستقلين أو عضو مستقل لتشكيل الحكومة، تقبلون بهذه الشخصية المفترضة أستاذ عادل؟ لا طبعا، هذه أشياء يعني هم يعرفوها أكثر من عندنا حتى، يعني حقيقة يعرفون أنه موقفنا واضح جدا ومطلبنا الثاني واضح جدا بالنسبة لهم. وهذا التخبط اللي يمرون به من اجتماعات ومن قرارات وإسهال بكل شيء، صار عندهم إسهال بكل شيء. نعم. هذا كله ما يعني شيء أبدا. الثمن اللي اندفع غالي جدا، دماء وجرحى ومختطفين ومعذبين وعوائل وأطفال وكل شيء تأذوا، حتى الأطفال انقتلوا. هذا يعرفوه كل زين، وهم يعني هذه سياستهم وهذه طريقتهم. هم مو سياسيين حقيقة، السياسي ما يفكر بهاي الطريقة. هذه واحدة. اثنين، احنا اعطيناهم الصورة الواضحة، الواضحة جدا. اي شخص له علاقة بهاي المنظومة السياسية، بهاي الاحزاب الفاشلة، ميليشياتها، ما نقبل نهائيا عننا. يعني احنا نقولهم حكومة مؤقتة وبشخصيات عراقية نزيهة. واي اسم يطرح، لو افترضنا انه واصلنا بتحقيق الخطوه الثانيه، اي اسم يطرح
يجب أن يكون موافقة عليها من ساحة التحرير من المعتصمين تحديدا. إذا ما تتم الموافقة عليه خليه يروح يبعد يمهم. فهذه المواضيع إحنا حاسميها وهم أيضا يعرفون. هذا المماطلة والتسويف هذا ممكن قبل سنين ممكن يمشي، الآن حتى أنصارهم مريديهم ربوهم، هم ما يملكون أي شيء، أسلحتهم كلها انتهت تقريبا. وأنا سابقا بلقاء وياكم عددت أسلحتهم وكيف اهتزت وانتهت. بالتالي بتقديري الحل الوحيد هو أن يتنازلون لهذه المطاليس، غيرها إذا يريدون يروحون للدم وهذا طريقتهم وأسلوبهم عندنا الاستعداد للتصدي. احنا ننتظر يعني تقديري، وانا احكي باسم مجموعه كبيره اللي هي اسمها نازل اخذ حقي ومسموح لي، يعني ما اعتقد من الشباب يحترض على حكي، عندي يعني القناعه والثقه انه احكي باسمهم وممكن يسمعون منهم. احنا هذه المجاميع نازل اخذ حقي ضحنا الصوره مثل ما قلت، وعندنا استعداد ننتظر هاي ال 15 يوم ننتظر رئيس الجمهوريه، وهذه ايضا فرصه تاريخيه لك كشخص كانسان، فرصه تاريخيه ان يستغل سلطاته القانونيه الدستوريه ويكلف اشخاص احنا نريدهم حتى اخلاقيا، يعني خلينا نقول احتراما للدم احتراما الى ذاته، اذا ما يستغل هاي الفرصه ويساوم ويراوغ ويدلس ويكذب وياهم فهو عمليا خسران خسران. قصدي احنا ننتظر هاي ال 15 يوم. نعم. اذا اصروا على سياستهم والاعيبهم اعتقد ما راح نسكت، وراح يكون الرد هذه المره يعني نعلن العصيان، نعلن العصيان العام وخلص خلص ونسد الدوله الى ان ما عندنا حلول اخرى، احنا ناس سلميين وما نمتلك اي شيء، لا ننجر وياهم للقتال ولا نسمح لنفسنا ان نأذي طرف اخر، احنا عندنا مطالبنا السلميه وحقوق، يعني قضيه انسانيه هسه خليها بهذا الجانب، اكو قضيه انسانيه، اكو مجتمع كامل صار 16 سنه لا يحرق، 16 سنه تخلف وتجهيز تدليس وكذب وسرقه، كل يعني هم عندهم غزوه حقيقه، هم يفكرون بعقليه الصحراء غزو وفرض القوه فرض النفوذ والسلطه، هذا انتهى وقتها، اكو جيل جديد ما يقبل هذه الاشياء. 16 سنه اقنعتوا مريديكم وجماهيركم ان انتم على حق او انه انتم الممثلين الحقيقيين لهم، الان هذا الجيل يضاف لهم مريديهم وانصارهم، تغيرت القناعات، تغيرت الافكار، تغيرت الرؤى، هذا الجيل ما يقبل باي حل اخر غير اعاده العراق، العراق لازم يرجع الى اهله، خلي يفهموها بالطريقه السلميه افضل، انصحهم لانه خلي ما اعرف انا اكيد مجلساتهم هنا توصل لهم المعلومه، يعني اقصد المخابرات مالتهم المندسه بياناتنا توصل لهم المعلومه، مدى اصرار وصمود هاي الشباب، مدى قوتهم وطاقتهم، طاقه ما لها حدود، ما ممكن ينسحبون، ما ممكن يتراجعون الا بتحقيق هذا الحلم المسروق المكسور، حلم اعاده العراق الى اهله. نعم. ما نسمح لأي طرف آخر خارجي أو داخلي يمثل هذه الأحزاب، ما نسمح لهم يواصلون سرقة بلدنا، انتهت انتهت اللعبة كلها توقفت وانتهت. نعم أستاذ عادل. دكتور، يعني توقفنا مع حضرتك النائب عن ذي قار يتحدث عن البطالة في المحافظة، تردي الوضع الأمني، تردي الخدمات في محافظة ذي قار التي شهد سقوط العشرات من الشهداء قبل أيام قليلة، وقال بأنه لا بد من أن نوفر لهم الخدمات، أيضا العمالة العاطلة عن العمل لا بد من تشغيلها، لكن هنا سؤالي هو
هكذا تدار الدولة؟ أليس مجلس النواب جهة تشريعية وبالتالي هذه الأعمال منوطة بالجهة التنفيذية وليس التشريعية، هكذا تدار الدولة؟ أشكرك أستاذ محمد، وهذا السؤال مهم فعلا. هم يتحدثون عن فصل بين السلطات، السلطة القضائية والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، فصل بين هذه السلطات. لكن واقع الحال من عام 2003 لحد الآن هذه السلطات واحدة متداخلة بالأخرى ولا يمكن فصلهم. والدليل على ذلك ما تحدثت به حضرتك عن مجلس النواب يوم أمس. يعني واحدة من النقاط متحدث يعني عن ذي قار، كان الكلام عن شهداء ذي قار الله يرحمهم جميعا. قال طيب الآن أنا أدعو اللجنة الأمنية في مجلس النواب، لأن أنتم قادة وعسكريين وأمنيين وهكذا وصفهم هو رئيس مجلس النواب الحالي، قال يذهبون فورا إلى النجف وذي قار وما أعرف وين وأي محافظة ويوضعون الخطة الأمنية. من يضع أنت يعني من أنت؟ صح يعني حقيقة أنت مجلس نواب، أنت جهة تشريعية، الكلام اللي تتحدث عنه كلام تنفيذي، وله سلطة تنفيذية وله حكومة وله إدارة وله وزارات خاصة وله جهات خاصة يجب أن تخاطبها إذا كنت أنتم مؤسسات وسلطات منفصلة عن بعضها. طيب ولو افترضنا أنت من حقك كل هذا الموضوع، طيب ما هي هذه اللجان اللي أنت شكلتها، اللجنة هاي الأمنية اللي تقول تروح ذولا مكونة من أحزاب بالمحاصصة، أنتم خالين رئيس اللجنة الأمنية من حزب الدعوة، رئيس النائب مالته من سائرون، المعرف منه كردي، هذا من الحزب الإسلامي، أنتم شكليها هاي التشكيلة. صحيح. فبالتالي ذولا كلهم مستفادين من الحكومة، وهاي الأجهزة والميليشيات اللي قتلت الناس هي منكم وأنتم داعميهم ومنتمية لكم. كيف أنت توضع الخطة الأمنية لهذه المحافظات التي نكبت بقوات منكم بميليشيات منكم؟ هذا التصريف الغريب عجيب، وكانوا يتحدثون مع الشعب العراقي بطريقة يعني ما أعرف، يعني هم يعتقدون أن الشعب لا يفهم هذا التصرف وهذا الكلام، والحقيقة أن هم الأغبياء والشعب هو الواعي وهو مصدر كل هذه السلطات، هو مصدر كل هذه الرؤية ومصدر كل هذا الإطار الجامع والفكري والثقافي والأخلاقي والاجتماعي هو الشعب، مو أنتوا يعني ما متفضلين على الشعب شيء. وهذه مو مطالب، يعني هذه اللي يسموها مطالب المتظاهرين مو مطالب، هاي حقوقهم، يطالبون بحقوقهم. أنت حقه أن يعيش بكرامة، يعيش بحرية، يتثقف، من حقه أن يتطبب، من حقه أن يعيش بوطن آمن سالم، وأنت عينك كسلطة، عينك أنت موظف عنده عند الشعب، من رئيس الوزراء من رئيس الجمهورية لأصغر موظف، أنت موظف عند الشعب. صحيح. والشعب عينك حتى تقدم خدمات، وأنت تعهدت أنه تستطيع أن تقدم هذه الخدمات. هو مو رئيس الوزراء يقسم اليمين أنه عنده برنامج يجب أن يحققه، برنامج حكومي يجب أن يحققه، ما هو يفشل به والشعب يقيله، وكل صحيح. دول الدنيا هاي ديمقراطية، تقولون احنا ديمقراطية. طيب انت الان رئيس مجلس النواب تعين من يضع الخطط الأمنية القضية غريبة عجيبة. هذه القضية تثبت انه هم في محاولات مستمرة. الان رئيس الوزراء اسقطه بعد معاناة كبيرة، وهم كانوا خالين يعني رجلهم مثل ما يقول المثل العراقي، خالين رجلهم بالحائط. طيب. وقاسم سليماني قال لهم هذا ما تسقطوا الحكومة، لأن إذا سقطوا الحكومة ذول الثوار فرضوا عليكم إرادتهم. صحيح. وانفرضت إرادتهم، هم وصلوا إلى زاوية حرجة وخلاص ضحوا، هذا الكبش ضحوا به العادل عبد المهدي، الآن يجب أن تتولى سلطة أخرى إدارة. الآن قدموا مجلس النواب، مجلس النواب هاي التشكيلة الطائفية الإثنية المعرف منية، هاي الخربطة اللي كلهم يعني الشعب كان يهتف بأسمائهم واحد واحد، إنه ذول سراق وحرامية ومجلس النواب ومعروفة تكوينتهم ومعروفة طائفيتهم ومعروف حتى بالانتخابات شلون وصلوا ذولا، معروفة كلش، ومنو اللي جابهم ومنو خلى هذا رئيس مجلس النواب 18%. لا بغض النظر 18% بغض النظر، حتى يعني حتى يصير رئيس مجلس النواب يجب ان توافق ايران،
يجب أنه يعني تحصل على موافقة إيران وتحصل على موافقة فلان وحزب، وهذه حقيقة يعني. نعم. والحكومة ما تشكل إلا ما أعرف من الآن يتحدثون عن الكتلة الأكبر والكتلة الأصغر واللي تشكل الحكومة. هذا اللعب كافي، زمن انتهى. صح. الشعب طلع بالشوارع وقدم تضحيات وقدم دماء وشباب وحلوين وبيوت انخربت، والعراق 17 سنة ينزف أموال ودماء، ونهر ثالث دجلة والفرات ونهر الدم العراقي جاري. طيب. كافي انتهى. طيب. القضية انتهت، بكتوا وسرقتوا ونهبتوا، الكراسي صارت عندكم شيء، وجيتوا من أجل الديمقراطية وماكو ديمقراطية، وجيتوا من أجل الحرية وماكو حرية، وجيتوا من أجل الازدهار وماكو ازدهار، ومن أجل البناء وماكو بناء، وكل هذه وجبتوا لنا فساد وخراب وتدمير للمجتمع، والعراق صار في أدنى دول الدنيا. طيب. يكفي الشعب. طيب. الآن يريد ينهض بهذا بلده، وكافي يسترد بلده. نعم. طيب. أستاذ عادل، يعني أرجو أن تستمع معنا إلى هذا المقطع، تأكيدا لمشاركة عناصر تابعة لميليشيات إيرانية في قمع متظاهري محافظة النجف. نشاهد هنا كيف أن الشيخ علي حاتم آل الحسن وجه رسالة إلى مرجعية النجف بشأن وجوب تبيان موقفها من قتل أبنائهم المتظاهرين في المحافظة على يد هذه العناصر. لنستمع إلى كلمة الشيخ. من دمه فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد، من قتل دون أرضه فهو شهيد. سيدنا الطينة جهاد، احنا تمسكين بيه وانت تمثلنا. الطينة جهاد حتى نكون مرجعنا، الطينة جهاد. هذا الإيراني يقتل العراقيين وبعد عندنا مجموعة من الجناسي مال الإيرانيين اللي 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 يقتلون أبناء النجف. زين، وصدر كلمتي كافة مشايخ النجف والكافة الشرفاء والقبيلة بني حسن، أمارة بني حسن، بياركم لا ظل ملفوفة، هاي ساعتها. آباكم وأجدادكم في ثورة 20 ثاروا ضد المحتل، ثاروا ضد المحتل الإنجليز، وسجلوا التاريخ، سجلوا تاريخ لأبنائكم وأنفسكم. إذن مشاهدينا الكرام، تابعنا وإياكم كلمة الشيخ علي حاتم آل الحسن، يقول إيرانيون يقتلون المتظاهرين في النجف، ويطالب بوجود تبيان موقف مرجعية النجف من قتل أبنائهم المتظاهرين في المحافظة. أستاذ عادل، استمعت إلى كلمة الشيخ، تعقيبك على ذلك. يعني أنا أريد أكد على قضية كلش مهمة. نعم. إنه إحنا اللي نريده من المرجعية، وصدقني يعني حتى بقعداتنا هاي ما كنا نتمنى من المرجعية أن تطالب بإسقاط أو رحيل الحكومة، كنا هذا كلش حذرين منه وخايفين منه، لأنه أي طلب من هذا القبيل معناتها إنه إحنا ثورتنا انتهت، باعتبار مو إحنا أصحاب القضية ولا إحنا اللي سقطنا ولا هذا الدم اللي سال. كنا حذرين، لانه نعرف كل زين اذا طلعت هاي الفتوى او هاي الكلمه من المرجعيه لازاله الحكومه او رحيلها، معناتها راح يطلعوننا مجموعه شم انصار المرجعيه وهم اللي سقطوا السلطه وهم اصحاب الحق، وهذا كلش خايفين منه. احنا يعني المرجعيه بالنسبه لنا ذاك اليوم احد ممثلين عنهم طلب واحد طلبناه منهم، انه هذا الغطاء، هذا الغطاء اللي تتغطى به هاي الاحزاب باسم المرجعيه، بس تقول انه انا ما لي علاقه بهم، هذا المطلوب من المرجعيه. واصر انه ما اريد ادخل المرجعيه بقضيتنا. المرجعيه مثل ما قالت، واحنا كنا نتمنى انه تقول الشعب العراقي هو صاحب القرار، وهذا اللي ردناه. وبالتالي راح نخلص من قضيه مستقبليه كلش خطره ومهمه، وانا ابن هذا المجتمع واعرف تفاصيلها، يعني سابقا صارت الفتوى الكفائيه والنتيجة نعرفها، من استغلها ومن السيطر ومن وصل واستلم الدولة من خلال هاي الفتوى. فاللي دا يصير، خلنا أقول لك شغلة، صدقني ردنا، احنا نعرف كل زين إيران لها دور وسخ وقبيح بالعراق، من الأنهر 42 38 نهر ب 42 سد على الحدود والمياه العراقية، وأقدر أعدد لك الأنهر اللي انقطعت، على المخدرات اللي تدخل لنا، على المواد الفاسده الرديئه اللي ملت اسواقنا، على تفاصيل كثيره ودورها الواضح بالعراق. احنا اليوم ردنا، تعرف شنو؟ ردينا بصراحه،
الان بضائع الايرانيه وقت بالاسواق تكدست وما حد يشتريها، هذا رقمه، هذا هو الشعب العراقي الحقيقي. اليوم اي ماده بالتحرير هي ماده انتاج عراقي، اكو اشلاء تفاصيل صغار بس مهمه. اليوم تدخل ساحه التحرير ماكو ماده للاكل للشرب لللبس الى الخير، كلها عراقيه. حتى تخيل الراشي وغيرها يجينا من بحشيقه عراقي، انتاج عراقي. ردنا واضح، ما حتى اذا يكونون قتله يجون من ايران، قتله من ما اعرف منين، احنا ردينا عليهم بطرقنا السلميه، وهذه هي بضاعتهم الغريب. يعني واحد يجي بالاسواق هسه، اصحاب الاسواق قاموا ما يشترون البضاعه، يقول لك ما حد يشتريها مني. فهذا هو ردنا وهذا اللي ماشيين عليه. واعتقد احنا يعني مو سهلين مثل ما يتصورون هم، او البعض يتصور انه احنا ما نعرف شلون نفكر وشلون نشتغل وشلون ندير. احنا منتبهين لابسط الصغار ونشتغل بها، لانه هاي الصغار عندما تتجمع تشكل جبل على قلوبهم على صدورهم وتخنقهم. واحنا هذا شغلنا هدوء وسلميه، ما نأذي احد ولا نتجاوز على احد. هم يحاولون يجرجروننا، يحاولون يعني اجيب لك مثل، بدت المخدرات الايرانيه تنتشر وينشروها مع اطراف الانتفاضات، انتفاضات اطراف تحت التحرير شبه مجانا، ويصوروها ويشوهون. نعرف هاي السوالف وقلنا لهم كافي، عيب عيب، هاي المخدرات مالتكم، خسرون بها صدقني خسرون. بس فقط حتى يشوفون سمعتنا. وهي ايضا ننتبه لها، تفاصيل كثيره صغيره احنا ننتبه لها ونشتغل عليها، وتنظيم عندنا واداره عندنا وكل شيء عندنا صدقني. البعض يقول وينهم؟ خلي يجون ممثلين عنهم. لا موجودين بس مو وقتها. ما احنا موجودين بس ما ممكن نلتقي بيكم، ممثل عنا يلتقي بمن؟ اليوم لا ما بيلتقي. موجود كل شيء. شغلنا عدل. واعتقد طالما الشعب العراقي هو الداعم لهاي الانتفاضه وهذا الاعتصام وهاي الثوره، اعتقد حليفنا النصر، واعتقد عن قريب. طيب انا سعود اليك استاذ عادل، شكرا للتوضيح. دكتور رافع، اكو محاولات تضليل تصيب المتظاهرين يعني من جهات خارجيه طبعا وحتى من جهات محليه. عملية الحرق، نعم المتظاهرين حرقوا القنصلية الإيرانية في النجف وفي كربلاء من أعمال إيران ضد الشعب العراقي. شيوخ عشائر، بعض من شيوخ العشائر طبعا يقولون نحن مع المرجعية، ويتحدثون هؤلاء الشيوخ أنهم لن يقفوا مع المتظاهرين الذين يقومون بعمليات الحرق. العمليات الحرق هو أتت يعني ثأرا وانتقاما لمواقف إيران تجاه العراق على مدى 16 سنة الماضية. شلون تشوف عمليات التضليل اللي يتبعها يعني البعض في العراق؟ اولا استاذ محمد، في قضية الحرق دعني اقول لك شيء هو ظريف لكن بقدر ما هو مضحك لكن مبكي في نفس الوقت. من عام 2003 لحد الان يومية تحترق دائرة عندنا بالعراق ويقولون مس كهربائي. صحيح. حكومة تقول مس كهربائي على الشعب أن يصدق أنه مس كهربائي. صناديق حتى مال الانتخابات هذه يحرقوها ويقولون مس كهربائي. مستشفى تحترق وموتون بها أطفال وخدج، مس كهربائي. دائرة مال طابو وبايقين الأراضي وحرقوها، مس كهربائي. ما أعرف مخازن، مس كهربائي. بنك، مس كهربائي. أرشيف وثائق كلها مس كهربائي. وعلى الشعب أن يصدق. طيب. وإذا ما يصدق الحكومة مقابلة هي بدها تقول. والحكومة طبعا حتى تلفزيوناتها الرسمية إذا طلع نشرة بنشرة الأنواع الجوية يقول درجة الحرارة في العراق 50 وهي 50 فعلا، الشعب راح يقول كذب، هي 70 درجة. صح. العالم حتى ما تصدقهم بدرجه الحراره. طيب. فالان يحرقون ويريدون من الشعب يصدق انه المتظاهرين حرقوه. المتظاهر لا يحرق. ذولا ناس سلميين طلعوا ومن البدايه قالوا احنا سلميين وقدموا دماء، ما جاي دا يحرق لك بنايه هذا اللي ينظف ويصبغ ويرتب ويشعل لك جلوبات، وهذا اللي سووه بساحه التحرير وكل الساحات
من اجمل ما يمكن الحكومه 17 سنه ما سوته. طيب. هاي كل اجهزتها وكل سرقاتها وكل بوقها ما سوت ربع من هذا اللي سووه خلال 16 يوم، ما اريد اقول خلال طوال الثوره، لكن 16 يوم مقارنه ب 16 سنه من عندهم. فالقضيه اما احترقت القنصليه الايرانيه ما احترقت، وما احرقوها احرق، وشنو يعني القضيه هاي اللي يابا مس كهربائي؟ هم قولوا مس كهربائي وهم خلي الشعب يعني، اذا قالوا المتظاهرين هذا مس كهربائي راح صدقوهم؟ ما انتم 17 سنه تقولون للشعب مس كهربائي وحرقتوا نص العراق. حتى الحنطه والشعير حرقتوها وقلتوا مس كهربائي، وهي اراضي زراعيه وما موجود يمها كهرباء، هي الكهرباء ما موجوده. صحيح. ويقولون مس كهربائي حرقها ما اعرف وين. فالقضيه بهذا الشكل هذا. ثانيا انتم تضربون على الناس رصاص وقنابل والان تطالبون العالم تقولوا لهم يابا انت والله حرقتوا هنا. المتظاهر لا يحرق، وهاي العملية الإحراق وتشويه صورة التظاهرات هاي ترى مو جديدة، وهذه ما متبعة بس بالعراق، ترى كل الأنظمة الاستبدادية وتجارب هواية كثيرة موجودة بالعالم. إضافة إلى هذا، وربما أنت جيت على ذكر الشيوخ، قبلها عادل عبد المهدي دز على الشيوخ، والمالكي دز على الشيوخ قبله وغيره، والعبادي ودزوا على الشيوخ وطوهم مكافات ويخلون جيبهم، والعالم هاي آخر مرة دز عليهم عادل عبد المهدي قاموا ما يمشون، ما يقدرون يمشون بالشارع، ما يقدروا يقعدوا بمضيفة. صحيح. لأنه العالم سوي له قصائد وأغاني وأناشيد مضحكة صاروا. الآن سووا يعني شاهدت بعض منهم ميليشيات لابسة عقول ومسوي نفس عشائر. طيب. نفس الحكي مال الميليشيات، انه المتظاهرين احنا مع المتظاهرين السلميين لكن احنا ضد المتظاهرين اللي يحرقون. انت ليه قاعد تذبها براس المتظاهرين؟ انت منو قال لك هو هذا اللي يقتل؟ اللي يقتل اللي يضرب رصاص ويضرب قنابل يعني توقف عند الحرق يحرق، هذا ابسط منه. هو ده يقتل بقت عليه الحرق. صح. صح. يحرق وكل شيء يسوي ويشوه كل شيء. هذا الحقيقه اللي مانعك من الحياه واللي يسرق واللي 17 سنه يبوقك، هذا صعب عليه يحرق وصعب عليه يشوه حياتك. انت اذا تتبنى وتتهم المتظاهرين بطريقه دبلوماسيه، هذا اللي يدس السم بالعسل، يتحدث انه احنا مع المتظاهرين، نحن شيوخ ما اعرف منو. انت مو شيوخ، انت لا شيوخ ولا من العشائر ولا مهز، انت من العشائر والشيوخ. اوقف يا ولدك، وين المتظاهرين؟ ذولا عانوا، ذولا دفعوا دم، قدموا شهداء، قدموا تضحيات من اجل العراق. شنو يعني شنو مصلحته هذا الشاب اللي عمره 16 سنه 17 سنه استشهد من اجل العراق؟ شنو مصلحته راح يصير وزير هذا؟ لو راح يسوي مدير عام، لو راح يسوي رئيس جمهوريه، هو يريد بلد حاله، ويريد ابوه يعيش زين وامه تعيش زين واخوه صغيره هو يدرس بمدرسه زينه ويتطبب بمستشفى زين، هذا اللي يريده. يريد شارع ويريد من يطلع ويشوف الناس يقول لهم انا عراقي، ويفاخر بعراقيته ويفاخر بشهادته ويفاخر بدفتره ومدرسته وجنطته. صحيح. هذا اللي يريده، ما يريد مثلكم فلوس تدخل بالجيب وانتم قاعدين تابعين لاحزاب معينه ومسوي نفسك شيخ ولابس عقال، وحتى ذا سوالف هاي السوالف التعبانه ضد المتظاهرين، وانت ذا تمدح المتظاهرين. لا، انت ما تمدحهم، انت ذا تشتمهم للمتظاهرين، تشتم تاريخهم، تشتم الدماء اللي تسيل، تشتم الشهداء وحشى الشهداء. طيب. ما لا يمكن. طيب. هذه عمليه التضليل غير مقبوله. طيب. وما عادت مقبوله. طيب. عيب. نعم. العراقي الان عليه ان يوقف ويا ذول المتظاهرين، اذا انت عراقي صدق وقف وياهم، اترك انتماءاتك، اترك طائفيتك، اترك كل شيء، الان وقف وياهم. نعم. ذول يريدوا لك يرجعوا لك الوطن، وذاك الوقت هذا الوطن لك، واللي شو ذول بالتحرير مليون واحد مليونين واحد، ذولا كلهم راح يصيرون بالحكومة؟ لا طبعا. طيب. يعني هم متأملين يصيرون بالحكومة ويحكمون؟ لا. شباب مثل الورد، ذولا مهندسين وأطباء وفنيين ومثقف وفنان ورسام ومسعفة وما أعرف منو، هم ذولا منو؟ ولدنا وأبنائنا وأخوتنا وأحفادنا، هم ذولا جايين يرجعوا لك هذا الوطن اللي باقوه ذول الحراميه وخلوه بالاسر، صار له 17 سنه يحلبوه ومنيميه على ميز ويقطعون بجسده. هاي كل. طيب. القضيه. نعم. مشاهدينا الكرام، وارجو ان يعني يسمعنا الاستاذ عادل حاتم، توثيقا لارتكاب ميليشيا سرايا عاشوراء التابعه لعمار الحكيم المجزره في مدينه النجف ضد المتظاهرين السلميين، راح نشاهد هذه اللقطات لعناصر هذه الميليشيات
وهي تحمل السيوف وأيضا تقوم بمطاردة المتظاهرين. لنشاهد معا. إذا المشاهدين الكرام، ميليشيات تحمل فضلا عن قنابل الغاز المسيلة للدموع والرصاص الحي، ميليشيات تحمل السيوف في محافظة النجف. هذه الميليشيات تابعة لسرايا عاشوراء، وهي تتبع بطبيعة الحال إلى زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم. تعليقك أستاذ عادل. يعني جيب لك مثل، قبل فترة صار لقاء ويا ممثلة الأمم المتحدة. نعم. طلبت من عندنا السلمية، قلنا لها أوكي موافقين، بس بشرط. الشرط مالتنا أنه الأحزاب، هاي الأحزاب وهاي الميليشيات وأزلامها المسلحة كانوا ينسحبون من يمنا وتبقى سلمية. فاللي دا يصير القتل والحرق والى اخره، هذا مو من يمنا، من اجلامهم اللي ينتشرون باطراف ساحات التحرير يعني بالعراق، ببغداد او بالمحافظات الاخرى. فالعمليه جدا واضحه، هؤلاء لا يعرفون غير لغه الدم، لا يعرفون غير لغه القتل. يعتقدون انه بهذه الاساليب يخوفون الشعب العراقي. ممكن سابقا استعملوا هذا الاسلوب وعاشوا عليه فتره، والان انتهى، ماكو خوف بعد. يعني طفل عمره 16 سنه هنا بالتحرير قبل لا يستشهد، تدري ايش قال؟ نعم. قبل لا يستشهد اخر كلمه قال: الله ايش راح يخلص الحكومه واحزابها من دموع امي. تخيل الحكومه واحزابها شلون راح تخلص من بكي امي. هذه هي الحقيقه، هذا هو الجيل الجديد، وهذا هو الشعب العراقي. يمارسون القتل، يستعملون ميليشياتهم، سيوفهم، غزواتهم، هذه كلها ما تعني شيء، اصبحت بالماضي. رحيلهم هو الاساس، انتهوا، هذا انفاسهم الاخيره. اما بخصوص الحرق يعني الاستفاضه، صدقني احنا نعرف شلون نحرق، ما نستعمل النار. احنا قاطعنا البضائع الايرانيه وحرقناها بمكاناتها بعدم شرائها، ما نستعمل نار وحرق وغيرها. احنا نعرف شلون نحرق، نحرق بسلميه مقاطعه كل البضائع للدول اللي اساءت بلدنا وناسنا. نعم استاذ عادل، الطريقه اللي احنا نعيش بها. اسف للمقاطعه ولكن انتهى الوقت على اي حال. شكرا استاذ عادل حاتم. دكتور بدقيقه لو سمحتم، المتظاهرون كما تفضل جناب الأستاذ عادل حاتم يقول إحنا حتى لو يروح عادل عبد المهدي إحنا ضد العملية السياسية بالكامل، لابد من إسقاطها. لكن إيش وقت يستقر الوضع السياسي في العراق؟ بدقيقة لو سمحتم. لا يستقر الوقت، العراق يستقر عندما تذهب هذه العملية السياسية. هذه أساس الخراب والدمار للعراق. طيب. عندما تذهب هذه الثوار، يعني عرفوا الطريق وعرفوا أهدافهم وعرفوا مكمن الخطر في العراق، مكمن هذا عدم الاستقرار، هذا الضياع في التيه، هذا 17 سنة العراق ضايع في الأسر. عرفوا الأسباب، السبب الأساسي إلى هذه العملية السياسية وهذه كل قواها اللي كل مخرجاتهم خراب في دمار، بخطاب طائفي، بخطاب فساد وثقافة فساد وثقافة تفرقة وثقافة تهجير. وهذه الحقيقة، المواطن العراقي وصلوا الحالة، بدأوا كأنه يكره وطنه.
لا يحب العراق، لا يحب اسم العراق، وبالتالي طلع لهم هذا الجيل اللي يحب العراق اكثر ما يحب نفسه، وضحى بحياته ويضحي بحياته لاخر المشوار، فبالتالي سيصلون هؤلاء الله يحفظهم كلهم ويحفظ ثورتهم، يوصلون الى اهدافهم ان شاء الله ويحققوا اهدافهم، طيب. وهذه اهدافهم تتعلق ب مثل ما قال سيذهبون هم والشعب الباقي والعراق باقي وهؤلاء سيذهبون ويروحون، لكن شلون راح يذهبون؟ شلون راح يروحون؟ تاريخ ايش راح يقول عنهم؟ هي هاي المصيبه. شكرا دكتور رافع، حياك الله. مشاهدينا الكرام، في نهايه تغطيتنا نتقدم بالشكر الجزيل الى الكاتب والباحث السياسي الدكتور رافع الفلاحي، شكرا جزيلا دكتور. وكذلك الشكر موصول الى الناشط في تظاهرات بغداد الاستاذ عادل حاتم. مشاهدينا الكرام، شكرا لطيب المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.